المعهد العقاري يدرب بمتوسط تقريبا من ما بين 20 إلى 25 ألف متدرب بشكل سنوي. مع اليوم صدور الأنظمة والتشريعات سيصبح السوق أكثر تعطشا للممارس المتدرب من خلال برامج أكاديمية متخصصة. فاليوم احنا نقدم البرامج التدريبية، وكذلك عندنا أعمال يعني مع بعض الشركاء الداعمين من يمكن رواد القطاع العقاري، انه نقدم يمكن نماذج مجتمعية ودعم من جانب مجتمعي للممارسين في القطاع العقاري، سواء اللي في بداية حياته أو في من خلال برامج الخاضعة لإشراف هدف أو غيرها. فلدينا برامج مدعومة اليوم من الحكومة أو من الجهات المانحة، وكذلك لدينا الدورات المقدمة بشكل مباشر مع المعهد العقاري وبأسعار رمزية حتى الآن.